زرع زرع دخاي بش قد الخروف؟ والله هذا بالكيلو مو بالحبة. بالكيلو وبش قد الكيلو؟ والله على حسب، كل واحد يحرز وزنه، نقي واحد. هداك اللي عم بيطلع فيني وعم بجي امني، والله لأذبحك. تأدب في حضرة الزبون يا الكبش. استاذ هذا يوزن له 20 21 كيلو. لك ان شاء الله يكون 100 كيلو، بش قد الكيلو؟ هذا الكيلو لك ب 350 ليرة. 350 ورا؟ ضيق. إذا 120. والله اللحم غالي يا استاذ. طيب هذا ذكر ولا انت؟ لا يا استاذ، احنا ما نبيع غير ذكر، ولحمتنا مثل الفستق. كم كيلو شقف بيطلع منه هيك؟ الله والبركة. قلبي محسسني انه باهظ السمن. بشرفك مو باهظ؟ والله براحتك يا استاذ، بدك ارخص خذ هذا القرقور. لا يا، قرقور بعينك. سيارة 1400 سي سي، 92 حصان، لونها أحمر دم الغزال، أربع حركات للمساحة، أربع بوالين ودولاب يدك، آخذ لها قرقور؟ وطن والله وش بدك لأخدمك، براحتك أستاذ. خليني أحسبها منيح، ما بدي أنكم بحقه، الله يرضى عليك. احسبها على مهلك. والله لو شرويت بيت كانت خلصة. زرع! زرع ولا! لك ليش عم تطلع؟ والله لأذبحك. إيه أبو أحمد؟ قدري شايف شاشة هذا اللي طلع معك؟ لك لا تخافي، ايش بك؟ اطمني، انا سالته للشيخ وفدالي اياها، قال لي اذا سياره تحت ال 1600 سي سي بتذبح لها جي جي معلش، واذا السياره مستعمله خش تذبح لها صوص. بعد عني ريحتها طالعه. لك احمدي ربك انه ما اشترينا فور ويل ولا بجمل ما كانت انفتت. لك لك من بيتك. لحق لحق